إشباع السوق الوطنية بالمواد الأساسية على غرار زيت المائدة قرار اتخذته الحكومة لضمان الوفرة لا سيما خلال شهر رمضان، وفرة ستغلق الباب أمام الاحتكار والمضاربة. اليوم رانا ننتج 4600 طن، يعني باش المواطن يكون على باله، وهذه وهذا من قرار المجلس الوزاري الأخير أننا نضاعف ونعوم السوق الوطنية بكل المواد، حتى بعض المحتكرين اللي كانوا خرجوا بعض الإشاعات أنه في ندرة سواء في الزيت ولا في السميد ما تكونش عندهم الفرصة ويلقاوا المادة متوفرة في السوق. ولتجنيب المواطنين الطوابير الطويلة على مادة الحليب في الشهر الفضيل، سيتم ضخ أكثر من 3 ملايين لتر إضافية عبر الوطن. عندنا اليوم حوالي 4.8 ملايين لتر يعني على المستوى الوطني اللي محتاجتها السوق، اليوم زدنا لها 5000 طن إضافية، يعني ما يقادر ما يعادل حوالي 3 أو 4 مليون لتر إضافية اللي راح تضخ في السوق. سيفري ما زال فيه بعض التذبذبات في العديد من المناطق، لكن بعد أخذ القرار هذا جمعت يعني المؤسسة المكلفة من وزارة الفلاحة سوف تغذي وسوف تدعم كل الملبنات على المستوى الوطني بهذه المادة الأساسية بالنسبة للمواطنين. ولضمان وصول المواد المدعمة للمواطنين بشكل مباشر، تم فتح أكثر من 500 سوق جوارية هي فضاءات تجارية الهدف منها ضبط الأسعار وضمان الوفرة. الأسواق المبرمجة الجوارية المبرمجة لشهر رمضان 551 سوق وطن، اليوم تحل منها 500 أو 460 سوق اللي تم فتحها في بداية رمضان، الباقي سيفتح يعني بالتدرج. الهدف مننا أن نقرب المادة خاصة المواد المدعمة مباشرة للمواطن. تزايد الطلب على مختلف المواد واسعة الاستهلاك قابله جهود الدولة لزيادة الإنتاج وضمان التموين، فتلبية احتياجات المواطنين هدف تسعى مختلف المصالح تحقيقه في هذا الشهر الفضيل.